لو رفع القرآن من صدور أهل المشرق فلا تخف ستجده في قلوب أهل المغرب. يا مغربا أو فيا إفخر فما بلد إلا تمناك أما واشتهاك أبا. قال المغاربة قوم لا نؤتى من قبلهم. الله. يا مغربا أو فيا إفخر فما بلد إلا تمناك أما واشتهاك أبا. يا مغرب الأوفي أفخر فما بلد إلا تمناك أما واشتاك أبا وكاد يحكيك صوب الغيث منسكبا لو كان طلق المحيى ينطل الذهب والليث لو لم يصد والشمس لو نطقت والدهر لو لم يخل والبحر لو عذب. فأنا أريد أن أقول للشعب المغربي هنيئا لكم بأمنكم هنيئا لكم بوطنكم. تعرفونهم بكل تأكيد العالم كله أصبح يعرفهم ويعرف كفاحهم إنهم المغاربة وبعد كفاح نقف له احتراما. يقاس المرء بعمله فهو محسن إن أحسن ومسيء إن أساء. المغرب فيها ما يزيد على 34 مليون نسمة من الفضلاء والعلماء والنبلاء من الرجال والنساء، فاختصار هذا الشعب في مجموعة صغيرة من أهل المعصية والفساد طريقة يأباها أهل الشهادة والإنصاف. لكن الإنصاف عزيز. قبل سنوات عقدت مسابقة للقرآن الكريم عندنا في البحرين باسم مسابقة القارئ العالمي. أغلب الجوائز حصدها شباب المغرب في أغلب الفروع. وقتها قلت عن هذا المشهد تسونامي مغاربي. ونظافة القلوب تدل على التدين الحقيقي لهذا الشعب. المغرب بلد مسلم عربي فاضل خير، حتى بقسمي عرب وإخواننا الأمازيغ كذلك، والأمازيغ لهم تاريخ عظيم في نصرة الإسلام وحمايته، وفيهم حتى تصوروا معي يتأدبون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبا عجيبا. لا أريد أدخل في هذا الباب، لكن المغرب كله خير، وأنا أعرف فيها مجموعة من خيرة العلماء الصالحين الأبرار الأتقياء الأنقياء. عبديتهم تعاونوا مع بعضياتهم، تقداو جميع المواد الغذائية المانط الحوايج كلشي داكشي اللي غادي يخصهم. عمرو تقريبا دابا جايين جوج كاميوات وقيلا هادي شدو الطريق هاد الليل. شكرا ليهم، فرحنا والله الا فرحنا ملي باقي الخير في وليدات بلادنا، راه هادشي حاجة كتفرح. يسبق المغرب شعب آخر من غير المغرب؟ لا أرضى لك هذا شعبي، لا أرضاه لأسباب متعددة، لأنني أنزلك في قلبي بعد الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله، أنزلك في نفسي قبل أبنائي وفلداتك بيدي، أنزلك في نفسي منزلة وثنية، وأستغفر الله على هذه الكلمة، منزلة وثنية تجعلني لا أقنع لك بالقليل ولا أقنع لك أن يسبقك إلى المفاخر أحد غيرك من الشعوب أو من الأمم. في وقفات أولا عندهم المغرب بلد سني مالكي منسجم مسالم متعايش مع بعض، هذه مرة. ألغى علاقاته بالمد الصفوي المجوسي الفارسي، يا سلام، ومنع أن يسب الصحابة فجزاهم الله خير، شكرا للمغرب. المغرب مع المملكة العربية السعودية والخليج ومع العرب كلمة واحدة. من الصعب علي بأني في هذه الدقائق اليسيرة أستحضر كل ما سطره التاريخ عن مواقف أهل المغرب، فدورهم في الجهاد والرباط والفتوحات لا ينكره عاقل. فمن نشر الإسلام في أدغال أفريقيا
ومن أوصل الإسلام إلى ربوع أوروبا، سلوا روما وبرلين وإسبانيا وباريس، من أسس فيها المراكز الدعوية والمعاهد الإسلامية، ستجدهم أهل المغرب. قديما وحديثا أرض المغرب أنجبت علماء برعوا في كل مجال، منهم الفقهاء والمقرئون وعلماء الإسلام. أنا لما أذكر المغرب ما يجي في بالي إلا علماؤها، النحوي أبو علي القالي، والفلكي الحسن المراكشي، والقاضي عياض فقيه الإسلام، وابن الطيب الشرقي، وابن غازي الفاسي، ومحمد بن إدريس العمراوي، والمحدث المفسر ابن رشد السبتي، وشيخ مشايخنا الرحالة محمد تقي الدين الهلالي، وشيخ مشايخنا العلامة الحافظ الكبير المحدث عبد الحي الكتاني الذي بلغت مؤلفاته أكثر من 250 مؤلف. الواحد يذكر من ويترك من. قل لكم باب اسمه باب المغاربة، وهذا الباب وضعه صلاح الدين ووضع فيه كتائب المغاربة ليحموا بيت المقدس. فلما سئل عن هذا قال المغاربة قوم لا نؤتى من قبلهم. الله الله، لا يمكن نؤتى من قبل المغاربة. وكثير من بطون آل البيت النبوي مستقرة في المملكة المغربية، فبلد الأطهار، بلد الأشراف، بلد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بلد المجاهدين حفاظ القرآن، ورش المصري، العالم المصري استقر في المغرب، وأهل المغرب يقرؤون بقراءته وهو إيه؟ وهو مصري. والله لقد عشت مع المغاربة 7 سنوات، فوجدتهم من أكرم شعوب الإسلام، ومن أكثر شعوب الإسلام حفاظا على الغيرة. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شعبي العزيز. لقد من الله تعالى على المغرب عبر تاريخه العريق بنعمة الوحدة والتلاحم في كل الظروف والأحوال. المغرب هو وطننا وهو بيتنا المشترك، ويجب علينا جميعا أن نحافظ عليه ونساهم في تنميته وتقدمه. إن الوطنية الحقة تؤسس الوحدة والتضامن، وخاصة في المراحل الصعبة، والمغاربة الأحرار لا تؤثر فيهم تقلبات الظروف رغم قساوتها أحيانا، بل تزيدهم إيمانا على إيمانهم، وتقوي عزمهم على مواجهة الصعاب ورفع التحديات. منبت الأحرار، مشرق الأنوار، منتدى السؤدد وحماه، قبلة المحبين وموطن الكرماء والشرفاء، مغرب العز بين الأمم، بلاد البربر والأماسيق والصحراء. منها انطلقت جيوت الفتح لتبني حضارتها في بلاد الأندلس، وفيها جبال الأطلس الشامخة وهي موطن الأسود. في المغرب لكل عربي مسكن وهوى، وفي سماؤها روح العروبة، ومن ينابيعها تروي طمع القلوب. تقول أحلام مستغامي، لم أعرف يوما أن للذاكرة عطر أيضا، فهو عطر الوطن. وكذلك المغرب له عطر يعلق في الذاكرة ويشمم المسافة 1000 وطن. في هذا البلد الطيب أهله، في بلد العلم والعلماء، في المغرب الذي احتوى علم وعلماء الأندلس لما خرجوا إليه. فالمغرب وارث علم وعلماء الأندلس، فيه تفاعل علم المغرب العربي كله. عزاو العزاوي، تنشكروا العزاو وتذكر التامين اللي فهمتي حرط الله داك فريع قدام. الله يحفظك ليا، الله يسهل عليكم، الله يحفظك انتم الدراس مساك. عزاوي تحيه لكم، الله يرحم الوالدين، الله يكبر بكم، الله يكثر خيركم، انتم شو الناس خدامه، الله اللي مساكن وخدموا، الله يحفظك ليا. شكرا اخويا السي، الله يحفظك العز. أنا يا أخوانا السي عبد الرحيم خدام ترمي في الخبز، تنحييو وشكرا لك، الله يرحم الوالدين. كان الإقبال على الخبز ياك، الناس تبارك الله تيجيو للعباد، الله يحفظك ليا، الله يرحم الوالدين. هادشي اللي كاين، شكرا لكم الإخوان، وشكرا لهاد الناس هادو مساكن هانتوما سهرانين معاهم، الله يجازيهم في الخير في هاد الآفات وفي هاد الفاجعة. تبارك الله عليكم، نتمناو بحال هادشي يكون في جميع المدن، ونكونوا مترابطين، وراه الناس محتاجين لينا في هاد الظرفيه هادي اكثر من اي ظرفيه. هادشي اللي كان كل واحد تيخلصوا الله على نيته اللي في قلبه، هادشي اللي كان الله يستر لكم. لا يمكن لاحد ان يقدم
على أن يطلق عليكم النار شبيل عزيز. غادي يظهر كذلك أنه المغرب في إمكانه أنه يحرك 350 ألف الناس اللي ماشي حاجة قليلة بماكلتهم بشربهم بالمأوى ديالهم بالدواء ديالهم. هذه عملية شبيل عزيز ما يقوم بها إلا دولة اللي عريقة في المجد وفي النظام، مسيرة بنساء ورجال بلا ما يقع ولا مسيرة اللي غادي تدوم 15 يوم بلا ما توقع لا سرقة ولا نهب، مسيرة نتاع آلاف السيارات اللي موقعش بين اصطدام، مسيرة في محل صحراوي اللي لا بد كل واحد جاي يدور عن يمين أو عن الشمال يلقال ما باش يشرب. الفاجعة اللي وقعات مش حاجة اللي واعرة بزاف، المغاربة كلهم منضمين مع بعضياتهم، الشعب كله منضم مع بعضياتهم، سيغتو الناس اللي ما عندهمش، ايماجين الناس الطبقة المتوسطة والطبقة اللي ما عندهاش فريمون مقاتلين حتى هما معاونين باش يديو الأجر وباش يعاونو خوتهم اللي مساكن واحدين في بلايص اللي ما وصلتهم للمساعدات لا حتى شي حاجة. والله العظيم إلا شي حاجة كبيرة فريمون العين كدمع والقلب كيتقطع بالفرحة وبالحزن وبكل شيء. والله العظيم سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. الله يبارك. مازال تبرعات السعود ديال الليل ومازال تبرعات مستمرة هنا، مازال الفوق تاع هما الدراري كيجمعوا هنا في البلاصة. كاميو راهو هذاك شارجة ما شاء الله. الله يبارك. ومازال الناس كيجيبوا، مازال الناس كيجيبوا كيضحكوا. دويت معايا قالت لي الناس فريمون كيعانيو ما وصلهم حتى شي حاجة. هاد البلاصة هادي هما مصورين هنايا وريتني بزاف ديال التصاور. قري لي عين بلاصة كاينين هاد الناس هادو. هنا منطقة وعتر الدمار الله يشوف فيهم الله يحكي. بس هنا منطقة بالضبط باش الناس اللي غاديين التبرعات يقدروا يمشيو عندهم نيشان. دوار أمسلان جماعة إنقدام قيادة وركان عمالة تحلنا إقليم الحوز. إقليم الحوز. المهم هادي هي لادغيس الناس اللي غاديين التبرعات، ما كرهناكمش تمشيو لهاد البلايص لأن كونتاكتاو السيدة وكونتاكتاو بزاف ديال الناس ما عندهم والو. انتم شوف ساكن الله يحكي الباس والله يرحم اللي مات. اول ميساج عندكم دائما دائما من يمثل المغرب خارج الديار يكون مصدر فخر بالنسبه للمغاربه على جميع المستويات. قبل فتره كنت في المغرب وشاهدت حقيقه مدى الفخر والاعتزاز بالنسبه للمغاربه لمن يمثلهم خارجيا، لمن يمثل المغرب خارجيا، لمن يحمل اسم المغرب، ومدى الشغف الكبير اللي موجود عند الشباب المغربي بأن يحمل اسم بلاده أيضا هو الآخر خارجيا. المغاربة فيهم من الشيء العجيب حقيقة ما يحملونه. زرت المغرب في أكثر من مرة والله والله ما وجدت فيهم إلا الحب والتقدير والكرم والحرص الكبير على دينهم وتقاليدهم وعاداتهم. والله زرتها وما وجدت فيهم إلا كما قال فيهم الحجاج: المغاربة لا يغرنك صبرهم ولا تستضعف قوتهم، فهم إن قاموا لنصرة رجل ما تركوه إلا وتاج على رأسه، وإن قاموا على رجل ما تركوه إلا وقد قطعوا رأسه. فانتصر بهم، فيهم فهم خير أجناد الأرض، واتق فيهم ثلاثة، اتق فيهم ثلاثة: نساؤهم فلا تقربهم بسوء، أرضهم وإلا حاربتك صخور جبالهم، دينهم وإلا أحرقوا عليك دنياك، وهم صخرة في جبل كبرياء الله يتحطم عليها أعداؤهم وأعداء الله. هكذا وجدت المغاربة وهكذا هم، هكذا هم بطيبتهم وتعاملهم ورقيهم وكرمهم. حفظ الله المغرب وأهل المغرب وأدامها دائما أبية حرة وأدام عليها الأمن والأمان بحول الله، بلدا عربيا نفخر به وبكل من يمثلك. على إيماننا بالله واتكالنا عليه وعلمنا أنه سبحانه وتعالى لم يعودنا منه إلا الجميل، فإذا كان في بعض الأحيان ذا جلال فلم يكن ذا جلال إلا ليعطينا دروسا ويلقي لنا حكمة، ولكن كان سبحانه وتعالى دائما ذا جمال
وما عودنا إلى الجمال وما عودنا إلى الخير. المغاربة قادرين يعطيوك درس في أي شيء. أن ولد صغير يطيح حفرة بحال ريان يعطيوك درس، يشاركوا في كأس العالم يعطيوك درس، إذا ضربوا مزلزال يعطيوك درس. حقيقة تضامن المغاربة وكيفية التعامل مع الأزمة والمساعدة تتفوق حتى على شنو تتخيل، يعني أو شنو تتمنى. غريب، غريب أن الشعب يتفوق على الظروف، الشعب يتفوق حتى على ما تتمناه من صور، من صور التضامن. السلام عليكم، الاسم ديالي واسم ديال بعض التجار، ماشي كلشي، بعض التجار ديال القيصريات عزيزة، الله يجازيهم بخير، الله يكبر بهم، الله يجعلها في ميزان حسناتهم، اللي حسوا بخوتنا وحسوا بولادنا وحسوا بمواتنا وحسوا بخواتاتنا المنكوبين في المناطق المنكوبة اللي ضربها الزلزال. اللهم لك الحمد على كل شيء، وحنا الدور ديالنا كنديروا الجهد ديالنا، كل واحد كيدير جهده على طريقته وعلى الطريقة اللي ماشي كنا غنديروا بحال بحال، شي كيجيب الحوايج، شي كيجيب الماكلة، شي كيجيب كل واحد وعلى الاتجاه اللي هو عارفه. حنا الدور ديالنا حاولنا نجمعوا الفلوس، وهاد الفلوس ان شاء الله مازال غنزيدوا نجمعوا اكثر باش نحاولوا نعاونوا بهم هذوك الناس، واللي يعطينا باش نعطيو، ومازال غادي نعطيو ان شاء الله. وحنا راه عمرنا ما غنفوتوا بلادنا، حيت بلادنا هي اللي قادتنا، حتى حنا خصنا نعطيوها، حتى حنا خصنا نمشيو معها. الذين لهم فضل مع علم وخلق ولطف وادب، يعني وقد زرتم في جامعاتهم والتقيت بهؤلاء الأساتذة الأخيار في جامعة محمد الخامس، في جامعة سيد محمد بن عبد الله، في جامعة مكناس، في جامعة، يعني فيها خير كثير. وعلى إخوتي وعلى الطيبين في هذا البلد الخير، البلد الطيب الذي حصن من حصون الإسلام وله تاريخه المشرق في خدمة هذا الدين، جامعة القرويين جامعة خرجت العلماء والفقهاء والمحدثين والأخيار. هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا لهذا الجميل. ما كنت متوقع هذه استراتيجي كامل. تحية الناس بركان، وناس بركان الهمة والشام. من بعد ما حطيت فيديو الناس بركان قلت لكم نتعاونوا ان شاء الله ونجمعوا بداك الشيء اللي قدينا عليه باش نتعاونوا مع خوتنا المغاربه تضررين بحادثه الزلزال. شوفوا تبارك الله ما شاء الله كل شيء تعاوننا مع بعضياتنا يد وحده الحمد لله. حاجه وحده اللي خصكم تعرفوها مزيان باللي في هذه البلاد عندنا غير بعضيات. شكرا بزاف لكاع المغاربه المحسنين، الله يجعل كاع هذا الشيء هذا في ميزان الحسنات. اقسم بالله الى اللسان يعجز عن الكلام، كنهضر معاكم والقلب ديالي كيضرب بزاف، عيني مغرغرين اخويا. تحية كبيرة لولاد بلادي وديما مغرب، تحية للصغير والكبير. ادعيوا معنا اخوتي ان شاء الله بطريق السلام، تحياتي لكم كامل. تحية للحاج راك خدام. السلام عليكم ناس الخير، نتمنىكم كلكم تكونوا بخير. خلتوا حافظه القفيفات اللي صايبات كبيره كامله مكمونه 140 قفه. بلا هذا الخير هذا تبارك الله كما كتشوفوا كامل هذا الشيء تبارك الله، وتشوفوا بعينكم غتفرجي هذا الشيء حبه ما غتبقاش كما وعدتكم. قلت لكم الحاره غتخوى فعلا غادي تخوى. تحياتي للناس اللي تضامنوا معنا وعاونونا وعمر هذا الشيء. تحياتي للشباب كامل، تحياتي لولدي امين، تحياتي لولدي عبد الاله، تحياتي لولدي السي محمد وولدي احمد، تحياتي لكم كامل. السي محمد ابو مهدي الحمد لله كنا تضامنا باصابر كل شيء حتى الاربعه الصباح بقينا خدامين وشدينا الطريق عاوتاني كما كنقول لكم، ومشينا لكري وتقدينا هذه الخضيره. قلنا هذا الشيء ما قنعناش وحاولنا نديروا يد في يد وباش نوصل. وبالنسبه للمحسنين جابوا كاع هذا الشيء كما كتشوفوا هذا الخير. شوفوا غادي تعجبكم واحد الحاجه بزاف ليالي، وريني شنو عندك هنا. شوفوا الناس لمن كيهتموا، شوفوا شوفوا الشعب المغربي، شوف ما شاء الله القطيطات اللي في ذوك النواحي. هاي هاي تبارك الله عليك، الله يعطيك الصحة ما شاء الله. هاي المبادرة الرفق بالحيوان هذه من الأعراف ديالنا. شوفوا تبارك الله شحال القطيطات، فوالا حتى هما مساكن راهم مضرورين. والله يكبر بيك، الله يعطيك الخير لجميع الناس اللي شاركوا معنا في هذا العمل الخيري. فغيمون كتشوف شي التفاتات نبيلة من وليدة السطات واكيد من الشعب المغربي كامل. تحياتي لكم. حنا مازال كارفور ديال مدينه السطات، اكيد شارجه
حنا مازال حدا كارفور، اللي بغى يجي راه مازال تنعمرو في الرموك الثاني، هذا فيه الطحين. ما شاء الله، الله يعطيكم الصحة. السلام عليكم ورحمة الله. الناس ديال تيطا وكيف ما كتشوفوا هنا كنتواجدوا في أتقى الداو ديال مدينة سهلة. الناس كياخذوا داكشي اللي قدروا عليه، داكشي اللي قسم الله، حتى حنا خدينا داكشي اللي قسم الله أنا والدراري. وتحياتي لأي واحد جا كيعاون، تحياتي ليكم. هنا كاينين القافلات اللي كيتوجهوا ديريكت لعند الناس اللي محتاجين، كاينين قافلات كيوصلوا داكشي مجانا. كتدخل كتقدا كما كتشوفوا راه بزاف ديال الطوموبيلات جاو كيتقداو، الناس كيعاونوا. هادو هما الشاحنات اللي خدامين كيوصلوا ليفريزو فابور، غير تقدا خرج غادي تلقى الناس وانا بحمد الله مما تشرف به انه يجمعني بعلماء المغرب نسب علمي، فاسنادي يتصل بعلماء واعلام فقهاء المغرب عن طريق كوكبه للمحدثين، وعلى راسهم الشيخ المعمر عبد الرحمن الكتاني، والشيخ محمد امين ابو خبزه رحمه الله، والشيخ محمد البقالي الطنجي، وشيختنا ومجيزتنا الشريفه كنزه بنت محمد المهدي الكتانيه رحمها الله وغيرهم. هذه المغرب التي اعرفها. نحن نعرف بلاد المغرب واهلها، بلد كله حضاره وكله تاريخ وكله علم. لو نطق الجدار في المغرب لنطق حضارة، ولو نطق الحجر في المغرب لنطق تاريخا، ولو نطق الورق في المغرب لنطق علما. يكفي أن المغرب تحتضن جامعة القرويين بمدينة فاس. وما أدراك ما جامعة القرويين؟ أقدم جامعة في العالم بحسب اليونسكو، فقد بنيت في منتصف القرن الثالث الهجري، وما تزال إلى الآن تخرج العلماء والفقهاء وذوي الشأن الكبير. فليعلم كل مدع للثقافة والعلم وكل مفاخر بشهادته العلمية أو رتبته الأكاديمية أن في رقبته دين للمغرب. فهذه الجامعة هي أول مؤسسة علمية اخترعت الدرجات العلمية والكراسي العلمية المتخصصة في العالم، فلها كان السبق، وكانت هي حاملة المشعل، ومنها انطلقت البارقة الأولى. فإن تعجبت من الأولى فتعجب من الأخرى، بأن من شيدها سيدة المغربية هي فاطمة الفهرية. المغرب رجالها رجال دين وخلق، ونساؤها نساء عفة وفضل. كيف بك لو رأيت النساء المغربيات الشريفات العفيفات وهن يتهافتن على المساجد ويتوافدن على الدور القرآنية لحفظ القرآن وتعلم الشريعة. وحتى الأساتذة فيهم الرجال والنساء. في المغرب سترى نساء عالمات وفقيهات وحافظات لكتاب الله، يحملن أعلى الشهادات في العلوم الشرعية والأدبية والفقهية وكذا العلوم العصرية. وحيث نظرت في المغرب على مد بصرك تستوقف نظرك قباب المساجد والمآذن، وهي وقت الصلاة ملأى بالمصلين والذاكرين. أما مساجدها في ليل رمضان فلها حال أخرى، تكاد تظن أن نجوم السماء قد نزلت إلى الأرض، فهي مزدحمة بفضلاء المغرب ونبلائها وعبادها، في منظر تقشعر له أبدان الموحدين وترق له قلوب المؤمنين. أهلها أهل كرم وطيبة وحفاوة مع القريب والغريب، أزعجونا بالحديث عن أهل الفساد في المغرب، وما حدثونا عن أهل العبادة والفضل والعلم والكرم. لو بعدشي اللي كنشوفو سوري غيزو سوسيو، اطلب الله يرحم الموتى ويشفي المصابين. المغاربة أقوياء وغادي يبقاو أقوياء، حين تأمنوا بالله والقدر خيره وشره، غادي نبقاو أقوياء لأننا تربينا على التآزر والتآخي والمحبة، وتربينا أننا إلى تحنا كنوض. واليوم إلى نكسنا عالم المغرب نكسناه حزنا على الأموات الله يرحمهم، وغدا إن شاء الله هذاك العالم غادي يطلع لفوق وغادي يبقى ديما لفوق. فضل الله وجهود المغرب ملكا وشعبا. ما نحتاجش نوصيكم، اللي يقدر يعاون بشي حاجة يعاون قليلة ولا كثيرة. لتحت غادي تلقاو الرقم ديال الحساب ديال الصندوق التدبير ديال الأثار الزنزال، وغادي تلقاو العناوين ديال المراكز ديال تحقن الدم. وما تنساوش
راه ماشي غير المصابين اللي محتاجين للدم، راه كاينين مرضى اخرين حتى هما محتاجين لكم. الله يحفظكم ويحفظ وليداتكم ويخلي لكم صحتكم. زلزال اللي ماشي حرك غير الارض، حرك حتى الانسانيه اللي عندنا مع بعضياتنا. كتشوف شعب هو نايت كيدير خدمه اللي الحكومه نورمالمون خصها تكون دايرها. كلشي خارجي يتقدى، كلشي باغي يعاون، كلشي دراري صغار كبار، الناس اللي عندهم فلوس اللي ما فحالهمش، الناس خارجه كتقدى وكتعطي للجمعيات. كاين اللي لا خارج بيديه يتقدى ويوصل بيديه لدوك الدواور ويمشي هو عندهم يعطيهم. تعب ما يمكنش عتي، راني فخوره بزاف اني مغربيه قسما بالله. اللي قادر يعاون باي حاجه ما تبخلوش، هذا الوقت محتاجين بعضياتنا بزاف. كما كتشوفوا هما كاين الفراش، كاين الكوش، كاين الوسايد، كاين لي كوش، لي لانجيت، لي بيسكوي، اتاي، الحليب، الزيت، الفرينه، الصابون، فرماج، لي صوص طوماط، الطون، هاو تبارك الله بكثره، التمر، يعني اي حاجه اللي تكون كونسيستانت وما تخسرش دغيا. الماء 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 والحليب الماء والحليب. ها هما الملابس ديال الشتاء، الكسوه ديال العيالات، ديال لي زونفون، ديال الرجال. ها هما تبارك الله الناس بداو كيجيبوا، يعني هذه المبادره يلاه بدات هذا النهار هذا، وها حنا تبارك الله كاين ما نقولوا كاين مساهمات. نتمنى انكم تجيو بكثره، راهم هنايا 24/24، دونك تقدروا تجيو في اي وقت لهنايا، العساس يحل لكم، تدخلوا تلقاو الناس اللي يشدوا عليكم ويحطوا. وكما قلت لكم وغنعاود لكم، راه ماشي ضروري تجيبوا الفلوس، راه جيبوا اللي كتب لكم الله. جيبي قمصه سكر ولا جيب قمصه سكر ولا قمصه تمر ولا وحده على وحده على وحده على وحده، راه يوليو مئات وعلاش ماشي الاف. دونك كما قلت لكم راه لا سوسيتي دو ترونسبور موفره هنا في مدينه وجده دي كونتينر كبارين ودي كاميون كبارين اللي غيخرجوا وغيوصلوا هذا الشيء هذا للمناطق اللي نائيه اللي راها كاينه، وان شاء الله تكون في ميزان الحسنات، ونعاونوا بقدر الامكان الناس اللي راهم عريانين وفي الخلا ناعسين. الحمد لله. شكرا الدراري، شكرا، الله يجازيكم بخير. راه الشباب معاونين كاملين، مازال بزاف. المغاربة شعب طيب، شعب يلتف حول وطنه وملكه، شعب فيه الكثير من نخوة العرب ومن أنفة الأمازيغ وكبرياء الأفارقة وأناقة الأندلسيين. سألوني هل أنت مغربي؟ قلت للأبد. قالوا هل الشبل المغربي صامت؟ قلت أصغرنا أسد. تاريخ عظيم، واحدة من أقدم الممالك في العالم. هناك مليون سبب لزيارة الدار البيضاء والمغرب، والديربي أهمها، لكنه ليس بكل شيء. المغاربة شعب طيب، شعب يلتف حول وطنه وملكه، شعب فيه الكثير من نخوة العرب ومن أنفة الأمازيغ وكبرياء الأفارقة وأناقة الأندلسيين، شعب ورث كرم ضيافة البدو. في المغرب كبرت المدن، لكن أخلاق سكان البوادي الأصيلة بقيت ساكنة في طباع الناس. في المغرب الأقصى العادات والتقاليد تتوارثها الأجيال. هل سبق لكم أن زرتم المغرب؟ المغربية ما زالت متشبثة بالتقاليد، وأول تقليد في المغرب إنك لن تسمع إلا مرحبا بك، ويرد الضيف الله يكبر بيك خويا. من العادات البديعة في أهل المغرب إنهم يستقبلون الضيف بالتمر المعطر بماء الزهر والحليب، هكذا يعبرون عن الفرح والحفاوة والكرم. أبواب بيوت المغاربة وجدت لتفتح أمام ضيوفهم. كرم الضيافة في المغرب ليس حفاوة وترحيبا، هو أسلوب حياة. بعد التمر والحليب يستقبل المغاربة ضيوفهم ببراد الأتاي المنعنع، وبالضرورة لابد أن يكون مشحر مزيان. ومع الشاي تقدم للضيف الحلويات، كعب الغزال، الفقاس، والغريبة، والبحنشة. الصينية المغربية رمز الأصالة والضيافة. في البيوت المغربية لكل بيت رائحة، ورائحة الطيب والعطور تقليد عريق. يجلس الضيوف في الصالون، البيت الخاص بالضيافة أو الغرفة، الأهم في البيت
تختلف البيوت، لكن يحرص البسطاء كما الوجهاء أن يكون الصالون ليس فقط غرفة بل رحلة في عبق التاريخ. الصالون ورثه المغاربة عن الأندلس، لكنهم أضافوا إليه لمستهم. الصالون لا يكتمل إلا بالزربية الأمازيغية، أما سقفه فزخرفة مستوحاة من طراز العمارة العربية الأندلسية. الصالون هو تحفة توجد في بيت كل مغربي، ولأن الموائد تتفنن أنامل الحرفيين في نقشها، فإن النحاسيين يحولون الصفائح إلى مصابيح منقوشة بلمسة أصالة شرقية. البيوت المغربية ما زال فيها الكثير من الحميمية، تتسلل منها روائح الطعام الشهية، خلطات التوابل تثير شهية البطن، إلا أن لا شيء يفوق لذة تناول البسطيلة، الطبق الذي يجمع بين الحلو والمالح، لكنه يعكس عراقة المطبخ المغربي كما تعكسه الحريرة التي ذاع صيتها، والكسكس الذي صار أشهر أكلة. في المغرب يأخذك الزمن بعيدا، يستهويك القفطان لكنه ليس كل شيء، وتبهرك إبداعات النسوة وهن ينقشن الحناء، وتقف متعجبا من عراقة أسلوب الاحتفاء بالسلكة، ختم القرآن الكريم، وكيف يخرج المغرب في تاغنجة لطلب سقوط المطر رحمة بالبلاد والعباد. في هذه البلاد التي تسكنها الأساطير تفتنك الحضارة والعراقة، تزور مراكش فترى أثر الثقافة الأفريقية والأمازيغية يمنحان المدينة سحرا لا يقاوم، ويجذبك أثر الحضارة الإسلامية في فاس، وتقف في طنجة وشيشوان على بصمة الحضارة الأندلسية، وتبهرك عراقة الأطلس المتوسط وجمال الطبيعة في خنيفرة وأزرو. لكن أكثر ما يبهر في المغرب أن هذا التنوع وهذا التمازج أنتج مغربا متعددا، مغرب يجمع بين سحر الغرب وأصالة العرب. الناس ديال العيون قد ما قافينا الحال من الزلزال، من المشاهد المرعبة اللي شفنا، قد ما فرحنا اللي شفنا هذا الكم الهائل ديال التبرعات من سكان مدينة العيون. شوفوا تبارك الله هذا الكم الهائل ديال التبرعات من عند ساكنة مدينة العيون، وهاد الشباب متطوعين من أجل الخدمة هنا في هذا الكراج. كيف كتشوفوا التبرعات هي عبارة عن مواد غذائية ومانط كواش، ناس كعرف هذه كل البرد، ليكوش للدراري الصغار، مواد غذائية عاجلة بحال الزيت والدقيق والمناضة، الفرماج، الحليب. شوف تبارك الله شحال الكم هائل ديال الحليب. وفي هذه اللحظة أنا كنتكلم معكم كيدخلوا الناس كيجيبوا المواد. الناس ديال العيون اللي بغى يتبرع معنا، المركز كاين هذا الكراج اللي كتشوفوا خلف ديالي، كاين في الحشيشة، حي الحشيشة، مباشرة أمام المركز الصحي الاستشفائي القدس. من غادي الحشيشة سول في المركز الاستشفائي القدس كيف كتشوفوا هنا، مباشرة أمامه غتلقاو هذا المركز هذا. شوفوا بغيت نقول واحد الحاجه، هنيئا لينا بعضياتنا قسما بالله، عرفتوا جيت كنتقدح ان شاء الله غادي نشدوا الطريق اليوم، وتفاجأت وتبرجت بكميه الناس اللي باغا تعاون. تيلمو شوفوا تيلمو انا غير كندور باش نتقدى، كاين اللي كيجي رجاء غادي عافاك بغينا نصيفطو معاك عافاك، وكتحشم تقول لهم لا. سانسيرمون الخير ما يمكنش تقول ليه لا، عرفتوا واحد الاجواء زعما هنيئا للمغرب بالشعب ديالو.
زلزال اللي ماشي حرك غير الارض، حرك حتى الانسانيه اللي عندنا مع بعضيات. كتشوف شعب هو نايت كيدير خدمه اللي الحكومه نورمالمون خصها تكون دايرها. كلشي خارجي تقدى، كلشي باغي يعاون، كلشي دراري صغار كبار، الناس اللي عندهم فلوس اللي ما فحالهمش، الناس خارجه كتقدى وكتعطي للجمعيات. كاين اللي لا خارج بيديه يتقدى ويوصل بيديه لدوك الدواور ويمشي هو عندهم ويعطيهم. شعب ما يمكنش عتي، راني فخوره بزاف اني مغربيه قسما بالله. اللي قادر يعاون باي حاجه ما تبخلوش، هاد الوقت محتاجين بعضياتنا بزاف. كندير هاد ستوري باش نقول للناس الله يعطيكم الصحه، والله الا هادشي مفرح جدا. الناس كيعاونوا، الناس كيتبرعوا بداكشي اللي قدرهم على الله، القليل ولا الكثير، مواد غذائيه، غطاء، فراش، مهم اي حاجه شي واحد قادر يتعاون بها كيتعاون بها. الناس راه كيجمعوا في المدن باش يشارجيو الكميونات باش يشدوا الطريق في هاد اليومين. كاينين الناس اللي ديجا صيفطنا شي ناس هاد النهار الله يجازيهم بخير من ايميل تانو، تقداو خداو شي بركه باش يوصلوا هاد الدواور اللي في ديك الجهه اللي متضره. مشاو لازرول كاينه، واقيلا يا ربي نكون كنطق السميه ديال الدوار. قبيله شنو غادي نديرو؟ غادي نشدو فيه الماليمونتير، غادي نديرو فيه خبيزه وغنغطيوها. نورمالمون كنا باغيين نصاوبو دي ساندويتش، وفي الاخر فكرنا قلنا الا صاوبنا لي ساندويتش دابا ما غيبقاوش بنين، اللهم حتى الناس يصاوبوهم راسهم. وخبيزه مغطيه بحال هكا غدا ان شاء الله، مازال دابا عندنا شي 120 خبزه، غدا غنزيدو نشيو الخبز. غندير ساشي، غادي نديرو فيه خبيزه، غنديرو فيه قريعه ديال العصير، غادي نديرو فيه كيكه، غادي نديرو فيه بنانا، غادي نديرو فيه باكيه ديال الطون ياك حمزه، باكيه ديال الطون. هادشي كل شخص غنزيد واحد بيمو بحال هكا. أنا درت ليهم الطون، درت ليهم كيكة، درت ليهم بنانة، تفاحة هكا، وغادي ندير ليهم التمر. ها هو وري ليهم التمر. غادي ندير ليهم عصير هكا، وغنديرو ليهم قريعة ديال الحليب، وغنديرو التمر في الفيلم أليمونتيغ تاعهم. غنوريلكم بحالاش أرانية. ونديرو الفرماج، أجي قرب بيا حمزة نوري لهم كيفاش نديرو. هانتوما هانتي راه خصنا الجداد ديالنا. الحمد لله كاملين. وشنو غنزيدو لهم اخر حمزه؟ فرماج. الفرماج اوكي. وعاد مازال لي كوش و لانجيت سيرفيت بوفان، لي سيرفيت، وفوالا. كل شخص ندير ليها هكا مثلا خمسه ديال التمارات. مزيانه مزيانه ياك بحال هكا. غدا غنزيدو الماء، تنزيدو الماء دار رقم ما مشي. الدراري والاصدقاء ديالي يعاونونا، كلنا نتعاونوا ان شاء الله، ونجدوا السكن كامل ونوريو لكم. ها انتما جا قربوا لي لهم الطاق شنو فيه. فوالا بيزا ديمو طون والفرماج. هذا الفرماج بكير بكير فات مني. لا ما جاش مني، هذه غادي نديرو خمسه ولا فوالا خمسه ديال الفرماج. خصنا شي حاجه باش ما يشبعش. شي حاجه باش شنو غادي نديرو؟ نديرو في السلوفان تاعنا؟ نديرو في السلوفان؟ وي. عرفت كيفاش كنديرو في السلوفان؟ حيت هاد الشاخوت غنعطيوه لكل شخص ميكا. كل شخص ميكا ديالو، كل مثلا الراجل المرا ديالو، الراجل عطاهم ميكا، المرا ديالو ميكا، ويعني ما لباسهم ميكا. كل واحد من الماكلة ديالو يعني. فوالا، ماكلة بوغ شخص. غوبا ديالو شخص. في واحد. شفت فيهم طول ولا عار باش ما يتعب جوج. وي ونحاولو نخليوهم هما الفوقانيين. ها هو اكزومبل ديالي. فوالا كل شخص عنده هاد الغوبا هادي ديجا. راه سي تخو بيان. راه تقريبا عندنا بوغ واحد 200 200 لا درت حنا من خبزه 120 خبزه. 120 خبزه غنديرو 120 شخص. غنوجدو دي ساك، يبقى فيهم غير ناجلتو فيهم غير الخبز غدا ان شاء الله. والماء صافي قبيله ديالو غدا ان شاء الله نتعرفو هانتوما معانا. عزاؤنا واحد فقدان هاد الضحايا لما تبقى الفجعة ديال الزلزال اللي كان يوم الجمعة اللي صاب بلادنا المغرب. فحنا فرحين بالاعتراف لنا حضارات وكنت هنا وكذا، وكان حاولت نشوف الجميع المساعدة داخل وخارج الوطن، المفروض نشوف واحد المساعدة إن شاء الله مع خوتي داخل هذا الجميع.
الحمد لله الغالبة يمكن الصدق نحن كنا الحمد لله كجسد واحد نجد كمن عضو تدعى له سائر جسد الصار والهمة الحمد لله كنا متحدين الحمد لله غنقوا دائما متحدين وبدوري قلت واحد عيطوا لي واحد الإخوان قتال من ألمانيا من فرنسا من أوروبا تقريبا عدد كثير من أمريكا من كندا بنقروا مساهمة لهم قلت لهم أنا فتحت اقتراح ديالي أنا كاين واحد الصندوق الحمد لله اللي تصاوب للتدبير يد حدا مرجان كلشي كيشري باش ما خصنا الوطن حق الله باش ملي شفت هذا المنظر هذا قسما بالله الى قلبي شدتني واحد البكيه بالفرحه قسما بالله وحتى نتوما راه يمكن لكم تفهموا كامل ولو بالقلب عرفتي ما نكذبش عليكم قسما بالله تلحمي تقولش عليا نتوما مرجان عامر بالناس ما شاء الله وكلشي باغي يعاون حق الله خوتي الى شدتني البكيه بالفرحه قسما لكم بالله عرفتي الحوايج كتلقى الاغلبيه نسالاو ما شاء الله وحق الله اخوان باش ما قدركم والو كلشي الا غير في الدار عندكم غير شي منطقه قديمه ولا شي حوايج مازالين جداد ديال البرد راه دوك الناس مساكن ركيباته في الزنقه قسما بالله اخوتي الا قدرك الله انك تشري لهم خيام اللي عندك 100 درهم 50 درهم شتي ولاو تشري لهم غير واحد الباكيه ديال الحليب تديها حدا مرجان راه يشدوها عندك اللي كان اخوتي اللي كان حلوه عندك في الدار طيبتي شي حاجه في الدار بيتي تصيفطها لهم راه غيدوهم دابا مع العشيه الاخوان بالنسبه للناس اللي باغيين يساهموا واحد مرجان هانتوما الاخوان اللي جبتي غيشدو من عندك اللي كان عافاكم ما حاولوا تدوا لهم شي حاجه اللي ياكلوها ديريكت حيت على ما اظن راه ما عندهمش من غيطيبوا ولا فين غادي يحطوا داكشي وغير باش تكونوا عارفين هذا الفيديو هذا درناه بهدف باش الناس حتى هي تشجع وتعاون الناس مثل عرفتوا واحد الفرحه الاخوان وحق الله حتى قلبك يضحك من الله سبحانه وتعالى الناس شوفوا الناس للناس عباد الله دايره عرفتوا المغرب قادين فيه غير ناس وولاد وبنات والله الله يرحم الوالدين اي واحد ساهم ولو بدر كاين ساكن هنا عمرو الكامل والحكام يجيب شي حاجه يجيبها لحدا حدا من الجد ها انتم الناس اللي توقعوا باش ما خدروا الله يرحم الوالد اي واحد من انتم يجيب ولو حيت الكرطون في الليل غتلقاو هنايا غير هي ورا مرجان هي راه الناس مازال كيعملوا
الأول. إخوان تما تكونوا بخير، إخوان عندكم واحد الطلب بالنسبة للناس اللي باغيين يساهمونا في أسيا، راه كاين الناس كيفرقوا في مرجان في الباب ووراء، راه كاين واحد الجيطون والناس الله يجازيهم بخير ويرحمهم الوالدين، ها اللي جايب أتاي، ها اللي جايب الحليب، ها اللي جايب، أنا واحد النصيحة بالنسبة لي وانتم الله أعلم ديروا اللي عجبكم، غير هو أن الناس اللي غادي يدوا لهم داك الماء راه ما عندهم لا فين غيطيبوا أتاي، لا فين غيديروا السكر، لا فين غيطيبوا القطنيات، على ما أظن أنايا حيت كلشي راه بالله يحفظ. راكم عارفين بالنسبة لدوك الناس خاصهم يشربوا ما ياكلوا، يعني ولا يعقل المساكن راه ناعسين على الأرض كيفاش غادي يطيب. أنا بالنسبة لهذا الشيء اللي شفت أنا وكنوصلوا لكم تانتوما، بالنسبة للناس اللي كاينين في آسفي راه كاينين أنفا في المرجان، الناس كيهزوا ديريكت، كاينين كاميوات كيدوا الماء مثل الحوايج اللي كان اللي قدرك الله به، ولو تدي غا إترو ديال الحليب، ولو تدي باكية ديال الحليب، ولو تدي باكية ديال الماء. بالنسبة للناس كاين في أسفي عافاكم اللي عندكم اللي تدوا لهم الخبز، خبز حاولوا ديروا في ميكا تديوا لهم حيت مرجان ما لقيتش فيه الخبز، نجيكم صراحة والأغلب ديال الحوايج راه سالاو، اللي حدا شي حانوت شي شهري أي حاجة حاول تقدر اللي تقديتي اللي تقديتي. غتلقاو الناس عام غنوريكم واحد الفيديوهات غتشوفوهم راه هنا في المغرب لما درناش ايد في ايد وخوت كاملين عائلة كاملين الله يرحم الوالدين البنات العيالات الرجال الدراري عرفتوا واش غنقول لكم والله انا بالنسبة لي انا والله لم يشتك شي جاتني البكي. المهم الحاجة اللي بغيت نوصل لكم نفس اسفي الله يجزيكم بخير كاينين في المرجان، حاولوا انتم تشوفوا هذا الفيديو هذا تنوضوا تمشيو كتجريو، اللي بغى يساهم باللي كان راه حنا كاملين ايد في ايد ونديروا ايد في ايد حاجة ما درناش ايد في ايد والله ما يعقل علينا شي والو. شي كلمة سبق المسالي الفيديو الله يرحم جميع الموتى والله الحمد لله. شكرا الدراري شكرا الله يجازيكم بخير، راه الشباب معاونين كاملين مازال بزاف ما شاء الله. الله يرحم لكم الوالدين وشكرا بزاف على المبادره اللي دير شوف، واي واحد جار عنده الاجر الله يرحم لكم الوالدين نقدروا نقراو الحمد لله رب العالمين زيدوا تجمعوا دفا شوية الأجر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الشباب السلام عليكم ورحمة الله، كنا البارح في مراكش جينا في مدينة الرباط عاودين نعطيو دابا الحاجة اللي هي تتخليك فرحان بزاف رغم كاع هادشي اللي شفنا رغم هاد الجنائز اللي كنشيعو يوميا هو هاد التلاحم والتعاون والتضامن في المجتمع المغربي، راه ما يمكنش حجم التضامن اللي شفت كلشي خدام دراري بنات ناس صغار ناس كبار شركات تبارك الله عليكم، وهذا هو المجتمع المغربي، هذه هي حقيقة المجتمع المغربي، هكا كنا وهكا غادي نبقاو متضامنين متعاونين، وهذا التضامن وهذا التعاون هو اللي غادي يخلينا نتجاوزوا الازمه، هو اللي غادي يخلينا نتجاوزوا ان شاء الله هذه الكارثه ديال الزلزال وحنا بخير وغادي نخرجوا منها باذن الله اقوى ان شاء الله. الله يسر الامور، استمروا الدراري استمروا البنات، ما تحبسوش التعاون ديالكم، ما تحبسوش من البارطاج ديال هذا الشيء، خليوا كل شيء يعرف بان المجتمع المغربي مجتمع متمازن مجتمع متضامن مجتمع ديال الصحة. يلا استاذ هكاك يا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تشوف هما تكفيس ديال الكاميو يبغى يمشي فوالا كتجي شي طوموبيل كتجي شي طوموبيل كتجي داك الشيء اللي صلى الله فوالا الناس ما بغاوش يحبسوا
مساعدات بالأطنان وتبرعات بالملايين، تضامن المغاربة يصدم العالم. مباشرة بعد الإعلان عن المناطق المتضررة من الهزة الأرضية التي شهدها المغرب مساء الجمعة السبت، انطلقت العشرات من القوافل المحملة بالمساعدات الإنسانية صوب مدينة مراكش وتردانت والنواحي من الشمال وإلى الجنوب. عشرات القوافل المحملة بالأطنان من المواد الغذائية والألبسة والأفرشة والأدوية كانت وجهتها واحدة، وهي ساكنة المناطق المتضررة من هذه الكارثة المفجعة. وتداول النشطاء عددا من الصور والفيديوهات التي توثق المساعدات التي تم جمعها والتي ساهم بها المغاربة لمساعدة إخوانهم بالمناطق المنكوبة. من جهة أخرى، سارع المغاربة من داخل وخارج أرض الوطن إلى التبرع بمبالغ مالية لفائدة الصندوق الذي تم إحداثه بتعليمات ملكية لدعم ضحايا الزلزال، وساهم المغاربة بمبالغ مالية كل حسب قدرته للمساهمة في دعم ساكنة المناطق المتضررة والتي سجلت خسائر مادية كبيرة جراء الزلزال المدمر. لا.